حياكم الله مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو روح الحياة، هو جناحنا نحو السماء ونحو ربنا، لم يمنعها رب العزة عن أي طالب. يا رب اسقنا كما سقيت الطفل إسماعيل، كما رويت أمه الوالهة، فنحن محاطون بواد سحيق، فاسقنا يا رب من لدنك كأس رحمة مطهرة. نتابع وإياكم مشاهدينا فعاليات جائزة العميد الدولية لتلاوة القرآن الكريم التي جمعتنا مع قرآنيين قطعوا آلاف الكيلومترات لينعموا بضيافة الله. نعم، ينعموا بضيافة الله وأوليائه في خير زمان ومكان، في شهر الله، وتحت ظلال حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في رحاب الإمام الحسين عليه السلام وأخيه العبد الصالح عميد البيت العلوي، قمر بني هاشم، باب الحوائج، ونفس الحسين أبي الفضل العباس عليه السلام. الليلة مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام مسابقتنا التي تأهل فيها 5 مشاركين استطاعوا بحق أن يتخطوا كل الحواجز والمراحل ليصلوا إلى التصفيات النهائية، وهذا بحد ذاته نجاح وإنجاز وتفعيل للمنافسة الأجمل والأرقى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. باسمكم مشاهدين الكرام أرحب أجمل ترحيب بلجنة التحكيم الموقرة، وأبدأ بفضيلة الشيخ الدكتور باسم العابدي من العراق. حياكم الله دكتور. حياكم الله وتقبل الله أعمالكم، بارك الله بكم يا محمد. حياكم الله فضيلة الشيخ، كما أرحب أجمل ترحيب بفضيلة الشيخ عمر بوسعدة من الجزائر، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم أخي محمد وبجميع مشاهدين الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام وصالح الأعمال. كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ محمد فهمي عصفور من مصر، تقبل الله صيامكم وقيامكم شيخنا الكريم. عزيزي محمد حياك الله، وحيا الله السادة المشاهدين جميعا، وبارك الله بكم حبيبي. بارك الله بنا وبكم. ومن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أرحب أجمل ترحيب بالقارئ والمنشد السيد كريم موسوي، حياكم الله سيدنا الكريم. حياك الله وأرعاك حبيبي محمد، أسأل الله لكم العافية. ومن سوريا الأستاذ المنشد عماد رامي، حياكم الله أستاذ عماد. بارك الله فيك، حياك وبياك وتقبل الله منا ومنكم. وختاما من العراق القارئ السيد حسنين الحلو، حياكم الله سيدنا. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله، حياك الله وحيا الله الجمهور المتابع لجائزة العميد الدولية، وتحية طيبة أيضاً إلى السادة أعضاء لجنة التحكيم بهذه المسابقة، ونتمنى لك ونتمنى الموفقين لكل الأحبة اللي راح يشاركون ويانا بهذه الحلقة. شكراً جزيلاً لكم. يا ترى كيف بدت معنويات المشاركين ومستوى استعدادهم للمنافسة؟ نشاهد معاً. وكفى بالله حسيبا. همین که شرکت کردم در این مسابقات توفیق شد که کتاب مقدس رو زیارت بکنم، خودش توفیق و پیروزی هست. انصافا متسابقینی که شرکت کردن به خوبی گزینه شدن و سطح خیلی خوبی در تلاوت داشتن. والذین یبیتون لرب سجدا وقياما. Now we are going to the final stage night. Inshallah, I hope I will be the among of the winner. Inshallah. شكرا. فلا يحزنك قولهم
بعد انتهاء المرحلة الأولى للمسابقة وانتهاء المرحلة النصف نهائية إن شاء الله تأهلنا إلى هذه المرحلة. نتمنى التوفيق لجميع الكادر العامل في هذه المسابقة ولجميع الأخوة المشاركين في هذه المسابقة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. الحمد لله أنا جهزت نفسي لهذه المسابقة وكانت المسابقة والمنافسة قوية جدا. إنما يتذكر أولو الألباب. يعني والله سعادة بالغة بكرم الله علينا أن وصلنا إلى هذه المرحلة، المرحلة النهائية، وحملتنا يعني هذه المرحلة مسؤولية كبيرة بالنسبة إلى بلد مصر، يعني هي دولة التلاوة، والآن على عاتقي أمثلها يعني تمثيل مشرف. فنسأل الله التوفيق لي ولجميع إخواني المتسابقين إن شاء الله. أداء متمكن وخاشع وذكاء في الأخذ بالملاحظات التي وجهتها اللجنة بعد مشاركته الأولى، فهل سيصل مهدي إلى المراكز الأولى؟ نتابع معا مهدي تقيبور من إيران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ أم ارتابوا أم
حيف الله عليهم ورسوله بل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ مرحلة بعد أخرى يتألق أحمد الركابي في أدائه الذي تفاعلت معه اللجنة وأشادت بمستوى احترافيته فهل سيستمر أحمد الركابي في رحلته التصاعدية؟ نتابع معا المتسابق أحمد جمال الركابي من العراق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم الابن البار لشيخ قراء الفلبين طاقة صوتية نادرة ومقاربة نغمية فريدة هل سيحافظ محمد نذير أصغر الليل على تصدره لأعلى المعدلات ليفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى لجائزة العميد؟ محمد نذير أصغر من الفلبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل له اسجدوا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا السماء بروجا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العلي العظيم. مستمرون وإياكم مشاهدين الكرام ولنا عودة، كونوا معنا. قوة صوت وخشوع وتصوير نغمي، هذا بعض ما سجلته اللجنة على أداء المتسابق حسن موتليلا. فهل سيحافظ صاحب الأداء الحسن على هذا الارتقاء؟ نتابع معا حسن موتليلا من تنزانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن
الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا
وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. أداء إبداعي مغلف بالخشوع والاقتدار، هذا ما أداه محمود خلال المرحلتين السابقتين. نتابع معا محمود السيد عبد الله من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى ولا مستكبرا كأن لم يسمعها
كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم صدق الله العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. وصلنا وإياكم إلى اللحظة الأجمل، إلى اللحظة المنتظرة. لأيام خلت تبارت الحناجر والقلوب في صناعة جمال النغم. الليلة تتنافس دقات قلوبنا مع خفقات قلوب المتبارين. ترى من سيتوج ويحمل لقب الفائز الأول بجائزة العميد الدولية بنسختها الأولى لتلاوة القرآن الكريم؟ نعم، ونحن في رحاب شهر الله وفي حضرة مولانا وفي ذكر مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام، والجائزة التي تسمى باسمه سلام الله عليه بجائزة العميد، بحب طه وحب الآل لي ولعوا، وكل حب سوى هذين مبتدع. صلى الإله على طه وعترته، والمؤمنون بأعلى صوتهم رفعوا. اللهم صل على محمد. أهلا وسهلا بكم، أرحب أجمل ترحيب بمن شرفونا في هذه الدقائق بالسادة أعضاء مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة، والسادة رؤساء الأقسام بخدام أبي الفضل العباسي عليه السلام. حياكم الله وتقبل الله صيامكم وقيامكم، كما أرحب أجمل ترحيب بمن حضروا معنا، وأرحب أجمل ترحيب بالسادة أعضاء لجنة التحكيم الذين رافقونا طيلة أيام هذه المسابقة. حياكم الله. وفي ودي صراحة أنه أبدأ الحديث مع السادة لجنة التقييم والتحكيم. أبدأ بالأستاذ
والشيخ الدكتور باسم العابدي، حياكم الله شيخنا الكريم، تقبل الله أعمالكم. في ودي أنه أستثمر هذه الدقائق، كيف وجدتم خصوصية هذه المسابقة، ميزة هذه المسابقة، وكيف استطعتم أن تختاروا الفائز الأول في ظل هذه المنافسة الشديدة للمتبارين والمتسابقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله بكم. هذه مسابقة مائزة في جهات كثيرة، منها التنظيم الكبير والجميل، وأود هنا أن أشكر القائمين في العتبة العباسية المطهرة لهذا الدعم الكبير والإشراف على نجاح هذه المسابقة وتهيئة الأرضية الجيدة لأن ننتج مثل هكذا مسابقة. وهذه المسابقة ليست للعتبة العباسية فقط، ليست لكربلاء، ليست للعراق، وإنما للعالم الإسلامي كله. شكرا لكم. شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور باسم العابدي من العراق على هذه المشاركة الطيبة. أتوجه أيضا بالسؤال لأستاذنا الفاضل فضيلة الشيخ عمر بوسعدة من الجزائر، حياكم الله. حقيقة هذه المسابقة تميزت بأمور انفردت بها عن غيرها من مسابقات، من بينها أنه في عادة في المسابقات الدولية القرآنية لا توجد ملاحظات توجه إلى المتسابقين ولا تفاعل كذلك مع المتسابقين، وهذا ما تميزت به. النقطة الثانية التي تميزت بها كذلك أنها تميزت بأن تقص علينا في أثناء الحلقات قصصا تتعلق بالقرآن الكريم، فكل الذين جاءوا وقصوا علينا قصصهم لها علاقة بالقرآن الكريم لكي تزرع التحدي والإصرار والانتماء للقرآن الكريم لأبناء المسلمين جميعا. وكذلك تميزت ما تميزت به أن جمعت خيرة أعضاء لجنة التحكيم في تخصصات شتى ومتعددة، من إنشاد ومن وقف وابتداء ومن أحكام تجويد، فما شاء الله كانت لجنة رائعة متناسقة ومتناغمة ومتفاعلة كذلك مع بعضها. شكرا جزيلا لكم، صراحة حضوركم فضيلة الشيخ إضافة كبيرة لهذه المسابقة وقيمة مميزة، شكرا جزيلا لهذا الحضور. الشيخ محمد فهمي عصفور من جمهورية مصر العربية، حياكم الله. في ودي أن أسألكم، اشترك في هذه النسخة نخبة النخبة، كيف وجدتم هذا الحضور؟ حياك الله حبيبي محمد، وحيا الله السادة المشاهدين. وحتى لا أعيد الحديث بعد إخواني، أود أن ألفت النظر فقط إلى نقطتين يحضروني الآن، وإلا النقاط كثيرة جدا. أولا، ما يميز هذه المسابقة أنها كانت تحت خيمة القرآن والعطرة المحمدية، وكانت باستضافة عميد أهل البيت عليهم السلام أبي الفضل العباس، وهذا ما شعرنا به من الطمأنينة والروحانية والود والتعاون فيما بيننا. هذه النقطة الأولى ميزت هذه المسابقة. خلوني أقولها بكل بساطة وبدون تكلف، وأنا سمعتها من المتسابقين، قالوا أول مرة في حياتنا نرى مسابقة لجنة التحكيم يكون بيننا وبينهم حب وود ووئام. نعم. نعم. ونحن يعني بدون اتفاق، يعني نعم. هذا لم يكن فيه اتفاق مسبق، ولكن أنا وجدت هذا النفس عائلة واحدة، كأنه يعني المسيح كلمة والحسين كلمة وأهل البيت كلمة، هم الكلمات التامات، فتستطيع أنت بالكلمة أن تبني إنسان، وتستطيع أيضا بالكلمة أن تهدم إنسان. تهدم إنسان. فكأنه وجدت النفس الشائع بين لجنة التحكيم أنها تبني وتعمر هذه النوعيات وهذه الطاقات. النخب التي وقفت أمامنا كانت تطيب خاطرهم، كانت تبني نفوسهم، كانت يعني ما أدري ماذا أقول، ولكن شعور يعني غير طبيعي. وهو هذا الهدف الأساسي. أنا هذا الكلام المسابقة. أقوله بالنيابة نعم. عن لساني، أنا شفته، وبالنيابة عن الحفاظ القراء اللي شفناهم وسمعت منهم برا، قالوا أول مرة نجد هذا النفس من الطمأنينة والحب بينكم. شكرا جزيلا لكم لهذا الحضور. أنتقل مباشرة إلى السيد حسنياً الحلو. سيدنا، أنتم جئتم من مشاركات دولية عديدة، ولكن ميزت هذه المسابقة بأنها باسم مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام، من نتشرف بخدمته. سيدنا، شلون شفتم هذه؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال، وإن كان هو يمكن أصعبهن راح يصير علي. قبل ربع قرن تقريبا لما بدأنا مع القرآن الكريم أن تكون لنا مسابقة، ولكن أيضا
من ضمن الأمور التي كانت تأتي في أذهاننا أنه كيف ستكون المسابقة، كيف ستنافس المسابقات الأخرى، وما الذي سيميز هذه المسابقة. ولكن سبحان الله، ولا شك أنها يعني تسديدات البارئ وأيضا إلهام المولى أبي الفضل العباس عليه السلام وبركاته لما صار الاختيار على كلمة العميد. العميد موجود بالجامعة، العميد موجود في العسكر والدفاع عن البلد، والعميد بالتالي في كل شيء موجود، وعميد القراء أيضا موجود. فبالتالي لما اختير هذا الاسم اختير بعناية، والحمد لله تحقق هذا الحلم، ولأول مرة بتاريخ العراق تقام مسابقة دولية بشكل رسمي، باعتبار العتبة العباسية هي إلى ديوان الوقف الشيعي وبالتالي إلى رئاسة الوزراء العراقية. فبالتالي تحقق حلمنا نحن العراقيين على الأقل في العراق، أو من يحب العراقيين، خصوصا لجنة التحكيم الموقرة التي أتت من بلدان مختلفة. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا لكم. الأستاذ عماد رامي. المسابقة بفضل من الله سبحانه وتعالى ناجحة، وأشكر كل من ساهم في إنجاحها من أعضاء العتبة، وأشكر من دعاني إلى هكذا مسابقة. أشكر من أشكرك أستاذ يا حبيبي والله أشكر. عفوا مولانا، المجمع العلمي والعتبة بشكل عام يعني أكيد الله يبارك فيك يا رب، أقسام مختلفة نعم. يعني المسابقة فيها أشياء مميزة، نعم، الألفة بين اللجنة هي أهم نعم. شيء، كل وعلاقتك مع سيد كلها. حسنين كل نعم. اللجنة أستاذ عماد تأكد بس أنا أقول أنا أقول يعني هذه ممكن اللقاء الأخير في جائزة العميد الأولى. ماذا تسمع المشاهد الكريم والحضور نعم. ماذا أقول وأنت ملء جوارحي، ومشاعري أمل ونور ونور سيدي. ماذا أقول وأنت ملء جوارحي، ومشاعري أمل أمل ونور سيدي. يا هذه الدنيا أصيقي واشهدي، واشهدي أنا بغير محمد لا 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 نقتدي. الله يا رسول الله. ضل النجاة بغير دين محمد، تبا له من ذلك الظن الرديء. العز بالإسلام، العز بالإسلام، يا دنيا اسمعي، العز بالإسلام، يا دنيا اسمعي، والنصر معقود بمبدأ أحمد. الله من رام عيشا خاليا من ذلة يلزم كتاب الله، يلزم كتاب الله حقا يهتدي. هذا هو الإسلام، أعظم منهج روحي فداه، وكل ما ملكت يدي. الله 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 الله، دامت وطابت هذه الحنجرة. الأستاذ والمنشد من سوريا عماد رامي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، القارئ والمنشد السيد كريم موسى. وسيدنا، رأيكم بهذه المسابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصل يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أنا أتكلم كلام الدارج نعم الخوزي نعم. أولاً أشكر جدي العباس على هذه الدعوة، سلام الله عليه، وأشكر الكوادر اللي أنا شفتهم بعيني بالعشرات ما شونه وخدمة هذه المسابقة.
هذه الخدمة وهذه المسابقة هي تقارن ما بين العطرة والقرآن الكريم، فالحمد لله على هذه المسجة الكريمة. وأنا دعيت من يعني قلبي ولساني اثنينهن، لأن الله سبحانه وتعالى يمن علي بخدمة القرآن الكريم بالعتبات، إن كان علي بن موسى الرضا، إن كان سلام حسين. الله عليه ما كنت يعني مرتب خدمتي بالقرآن الكريم بالنسبة بحرم أبو الفضل العباس، وقد من الله عليه والله سبحانه وتعالى من علي، فالحمد لله رب العالمين. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم الله. أحسنتم يا سيدنا، شكرا جزيلا للجنتنا الموقرة على هذا الحضور وهذه الأنفاس الطيبة وهذه المشاركات. مشاهدين الكرام، وهذا التكريم يأتي برعاية المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، ويتفضل ممثلا عن سماحته السيد عضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة جناب السيد ليث الموسوي دام تأييده، يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. تفضل السيد محمد وآل محمد. حياكم الله سيدنا، نسأل الله لكم العافية، شرفتمونا بهذا الحضور المبارك، نسأل الله لكم التوفيق والعافية في شهر رمضان كريم عليكم وعلينا والبركات. الله يتقبلنا منكم إن شاء الله بالتوفيق والسداد. إذن وصلنا وإياكم كما تعودنا معكم في هذه الدقائق لإعلان النتائج، وصلنا لفئة الفتية التي لابد لنا من أن نعلن المراكز الثلاثة الأولى. جاء في المركز الثالث ونال باستحقاق هذا المركز في مسابقة جائزة العميد الدولية بنسختها الأولى لتلاوة القرآن الكريم عن فئة الفتية المتسابق ياسين غلامي من إيران. يتفضل ياسين، مبارك عليكم يا ياسين، ما شاء الله، نحيي بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. مبارك عليكم يا ياسين، مبارك ان شاء الله، موفقين موفقين ان شاء الله. ياسين عزيزي يا اهم تلاواتكم بالام، نستمع الى تلاوه قصيره بصوت متسابق، مقطع رايدين نسمع للمره الاخيره بعد قبل ان نودع النسخه الاولى من جائزه العميد. ربنا طابت هذه الحنجرة، مبارك عليكم يا ياسين. المركز الثالث، المركز الثالث على العالم في جائزة العميد الدولية، ما شاء الله أنعم وأكرم، موفقين إن شاء الله. الله يبارك فيك، ما شاء الله. الدرع البرونزي مبارك لك يا حبيبي. أكيد هنالك ستكون جائزة نقدية ستسلم إليه، وجوائز أخرى من العتبة العباسية المقدسة بهذه المناسبة بفوزه بالمركز الثالث، مبارك على ياسين. كما نبارك أيضا الذي حاز باقتدار المركز الثاني بجائزة العميد الدولية لتلاوة القرآن الكريم بنسختها الأولى من العراق، أحمد حسن، مبارك عليكم يا أحمد، أيضا محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. الله عليكم. محمد. وفق يا بابا. وفق حبيبي. إن شاء الله. وفق يا أحمد. وأيضا نستمع قليلا لتلاوة طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. الله أحسن. مبارك عليكم. هذا الدرع الفضي الفائز الثاني، وأيضاً مكافأة مالية لحصوله على المركز الثاني عالمياً في جائزة العميد لتلاوة القرآن الكريم. أما الدرع الذهبي لمن؟ وين يروح الدرع الذهبي؟ لمن سيقول الدرع الذهبي ناله باقتدار، استطاع بإحساسه النقي أن يصل إلى القلوب وأن يستحوذ بجدارة على المركز الأول. المرتبة الأولى جاءت من نصيب محمد أبو بكر من باكستان، يتفضل. نحييه بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. مبارك عليكم يا محمد، الدرع الذهبي. وقبل ذلك نستمع لتلاوة طيبة قصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. نعم. حلو حلو. نعم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. نعم. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. نعم. نعم. أحسنت. شكرا جزيلا. شكرا. يا محمد، ومبارك عليكم هذا الفوز الفائز بالدرع الذهبي عن فئة الفتية. مبارك عليكم. وأيضا هنالك جائزة مالية من العتبش العباسية المقدسة بمناسبة فوزه بالمرتبة الأولى. مبارك عليكم. راح نشتاق لهم والله أستاذ محمد صراحة. بالتأكيد، ونحن أكثر شوق لكم، حيث عشنا كأسرة واحدة صراحة في ظل هذه المسابقة. إن شاء الله دائما نجتمع في ظلال القرآن الكريم وتحت خيمة القرآن الكريم. إذن وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام لإعلان النتائج في هذه المسابقة لفئة الكبار. لابد لنا من أن نبدأ بالمرتبة الأولى. لا، خلينا نروح للمرتبة الثالثة. واستطاع باقتدار وجدارة أن يحصد على المركز الثالث دكتور مهدي تقي بور من إيران، يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حياكم الله محمد. أهلا وسهلا بكم. ما شاء الله. تفضلوا. مبارك عليكم المركز الثالث عالميا. وأيضا نستمع بتلاوة قصيرة طيبة. دكتور جان مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله نعم. فصلي لربك. فصلي لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم.
شاء الله ما شاء الله احسنتم دكتور نعم مهدي تقيفور المركز الثالث عالميا في مسابقه العميد الدوليه لتلاوه القران الكريم الدرع البرونزي وايضا هديه ماليه من العتبه العباسيه المقدسه مبارك عليكم يا دكتور ونصل وإياكم لإعلان نتيجة المركز الثاني استطاع باقتدار أن يحصل على هذا المركز في جائزة العميد الدولية لتلاوة القرآن الكريم من مصر محمود السيد عبد الله مبارك عليكم يا محمود هذا الفوز أيضا نحييه بالصلاة على محمد وآل محمد ما شاء الله موفقين موفقين مباركين ان شاء الله تعالى مبارك عليكم يا محمود مبارك عليكم شيخ محمود الف مبارك شيخ محمود ان شاء الله مبارك نستثمر هذا الوجود راح نشتاق لك شيخ محمود ابدعت شيخ محمود ابدعت بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نعم الله 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 يحق لنا الفرح ويحق لك الفرح يا محمود وكيف لا وأنتم من أهل القرآن هنيئا لمصر بكم يا محمود المركز الثاني مبارك علينا بكم يا محمود ومبارك لمصر ومبارك لكل قرآني شكرا جزيلا شكرا جزيلا تفضلوا إذا نال المركز الثاني محمود السيد عبد الله من مصر وصلنا للمركز الأول الذهب رتل ورو القلب عطر مسمعك نعم هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك وقد استحوذ على القلوب ورفع راسنا صراحة ويحق لنا أن نفتخر نعم. بطاقاتنا القرآنية وبكل قرآني صاحب المرتبة الأولى في جائزة العميد الدولية لتلاوة القرآن الكريم باستحقاق نالها ابن العراق أحمد جمال الركابي مبارك لنا بكم يا أحمد جمال أيها الجميل بأدائك وإحساسك مبارك لنا بكم الفوز بالمركز الأول ونريد نسمع من عندك ومن أحاسيسك نعم تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم قطوفها دانية نعم قطوفها دانية الله 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 كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله ما شاء الله أحسنتم يا أحمد ومبارك لكم المركز الأول عالميا والدرع الذهبي تفضلوا جعلك الله من أهل القرآن دائماً وأبداً نعم أنا أريد أن أقرأ شيء على جائزة العميد جائزة العميد جائزة العميد في الميدان في
التلاوة التي من روضها تنشق روحا من شذى الريحان وقد رعاها قمر روحي في ذاك روحي في ذاك يا قمر العشيرة وقد رعاها قمر النور نور أنواره تشع من خير بني عدنان. الله 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 طابت هذه الأنفاس مفور الشكر والامتنان مبارك عليكم يا أحمد جمال هذا الفوز للمركز الأول عالميا في مسابقة العميد وتكريم خاص لأعضاء لجنة التحكيم الموقرة التي كانت معنا طيلة أيام هذه المسابقة وأبدأ بفضيلة الشيخ الدكتور باسم العابدي من العراق حياكم الله أهلاً وسهلاً بكم يتفضل محيّم بالصلاة على محمد وآل محمد معذرةً حياكم الله بارك الله بك أستاذنا ومربينا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور الله. باسم العابدي أحسنتم 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 تفضلوا الله يرعاكم إن شاء الله سلمكم الله الله يحفظكم شكرا لوقوفكم شكرا لكم مبارك عليكم الله يبارك فيكم شكرا جزيلا لهذه المشاركة الطيبة في تحكيم سلامكم الله شكرا جزيلا شكرا شكرا لكم شكرا شكرا جزيلا لكم وأيضا هذه دعوة لفضيلة الشيخ عمر بوسعدة من الجزائر حياكم الله شيخنا الكريم تفضلوا يتفضل نحييه بالصلاة على محمد وآل محمد حياكم الله فضيلة الشيخ شكرا تفضلوا محمد شكرا شكرا يا شيخ شكرا ما شاء الله وفقنا هنيئا لكم ان شاء الله شكرا جزيلا لكم لهذا الحضور حياكم الله من الجزائر إلى العراق شكرا جزيلا شكرا موفق إن شاء الله هنيئا لكم التنظيم إن شاء الله شكرا نعم شكرا جزيلا تفضلوا لهذا الحضور ومن جمهورية مصر العربية فضيلة الشيخ محمد فهمي عصفور حياكم الله فضيلة الشيخ الله حبيب نحييه بالصلاة على محمد وآل محمد الله صلي على محمد سيدنا الحبيب موفقين ان شاء الله حياكم الله فضيلة الشيخ ان شاء الله في ميزان على هذه المشاركة الطيبة الله يديم على الله يحفظ حبيب الله يسلم الله يسلم حبيب ان شاء الله موفقين الله يسلمكم حبيب الله يسلم احسنتم الله يسلمكم شكرا لكم شكرا لهذا الحضور الشيخ محمد فهمي عصفور من جمهورية مصر العربية ومن سوريا جاء إلينا الأستاذ عماد رامي الأستاذ والمنشد حياكم الله بهذه المشاركة الطيبة من الشام من أرض مولاتنا السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها أيضا نحييه بالصلاة على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد حياكم الله حياكم الله ما شاء الله موفقين أحسنتم إن شاء الله موفقين إن شاء الله تعالى أحسنتم إن شاء الله مباركين جو طيب إن شاء الله موفقين هذا شرف لنا الله يحفظكم إن شاء الله تعالى أستاذ عماد ومن إيران القارئ والمنشد السيد كريم موسوي حياكم الله سيدنا نحييه بالصلاة على محمد وآل محمد أول خلي أحبك محمد الله يحفظكم سيدنا أحبنا سيدنا مشكورة سيدنا مولاي موفقين عينك بخير أحسنتم إن شاء الله, الله تعالى إن شاء الله في ميزان حسنات الله يحفظكم إن شاء الله جزاكم الله خير أحسنتم فخر والله إن شاء الله كل التوفيق وذخر إن شاء الله وسلم أحسنتم الله يحفظكم أحسنتم شكرا جزيلا لكم سيدنا وطابت هذه الحنجرة ودامت لخدمة أهل البيت
عليهم السلام. شكرا سعدك، الله يعطيكم الخير، الله يحفظكم إن شاء الله. مسك الختام من العراق السيد حسنياً الحلو، حياكم الله سيدنا. الله يبارك فيكم على هذه المشاركة الطيبة، نحييه بالصلاة على محمد وآل محمد. بارك عليكم سيدنا هذه المشاركة الطيبة. الله يبارك فيكم في تحكيم جائزة العميد الدولية والعالمية بنسختها الأولى إن شاء الله بتلاوة القرآن الكريم. جهود طيب. الله يبارك فيك. موفقين إن شاء الله. جهودكم سيد. الله يبارك فيك. ممنونين لك. الله يحفظكم إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم. بارك عليكم. شكرا لكم سيدنا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم سيدنا. الله يبارك فيكم. وشكرا لسماحة السيد ليث الموسوي على هذا الحضور المبارك، عضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة. الشكر لأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام قدام أبي الفضل العباس عليه السلام، وأيضا كان معنا برفقتنا الأستاذ محمد علي أزهر رئيس قسم العلاقات العامة. إذن المشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه المسابقة الدولية العالمية بنسختها الأولى، مسابقة العميد الدولية لتلاوة القرآن الكريم، على أمل اللقاء بكم دائما وأبدا في رحاب القرآن الكريم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.